نحيي الفرقة الغنائية والموسيقية على اللي عزفوا، وحياكم الله بحلقة جديدة من ليالي الكويت. طبعا لا تأشرين لأنك انت مورا المدفع، يعطيكم العافية. وش فيك؟ كملي. اليوم نقدم الحلقة معاكم حصة الأغاني، ومعاكم شيماء. لا أنا شيمان. شيمان؟ وأنا حصة الأغاني. أنا شيمان. أنا اثنيناتهم. كيفي؟ أنا أبي أصير اثنيناتهم. طماعة. صدفة اليوم طلعت بالأبيض وأنا طلعت بالأسود. أيوة، عشان شنو نصير هذا و... شطرنج. نرحب بضيوفنا. طبعا اليوم ضيوفنا يا حالاتهم كتاكيت كيوت، والله وايد كيوت. نشوفهم طبعا، نشوف هلا والله. هلا والله، هلا تحيي معانا. شلونك شيمان؟ هلا حبيبي، شخبارك؟ شخبارك؟ ترى انتم مو بيمعه، تعالوا حياكم الله، شايفين بعض تمام الحمد لله. حياك حصه. هلا والله، ضعفانه والله. والله الحمد لله الرجيم ماشي معاي تمام هاليومين. وشلون معنا الشتاء؟ يعني شتاء الشتاء تاكلين انت؟ ها سنين، ها سنين، يعني الموضوع تك 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 تك. حلو. اول تجربه ليش كانت؟ اول تجربه تقديم متى؟ متى؟ اليوم. اليوم مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا مرحبا فيكم. منورينا اليوم نجومنا الكوميديين، ومنورين ليالي الكويت كلها، سعيدين بوجودكم. يعطيكم الف عافيه على اللي تقدمونه، دائما مميزين بطلتكم، ونتمنى لكم كل التوفيق. ضحكتونا قبل شوي، ها؟ كبيتونا على بعض. واكيد بعد شوف الارتجاع، شوف الارتجاع. نرحب فيكم مشاهدينا في حلقه جديده من حلقات ليالي الكويت، ونرحب بالفرقه الموسيقيه اللي منورتنا اليوم. ان شاء الله يا رب تستمتعون اليوم بحلقتنا، لان اليوم في ضيافتنا الفنان الكبير الدكتور إيهاب توفيق. أيوة، وأيضا الفنانتين اللي من تحلين شخصياتنا أنا وحصة. هم متعودين على التقليد ترى، والشخصيات كذي يحبون يقتمسون شخصيات ويقدمون خفيلي، صح؟ أنت متعودين على التقليد؟ ممكن أنا قلت بس أقلد؟ إذا تعودت على شخصية وقعدت معها وايد، أما يوم يومين أطلع من وراء، يعني أول ما أقول هي أزول معها دقيقتين أطلع من وراء الباب. بس تجسيد الكاركتر اللي تسوينه ساعات يكون شخصية ببالك أكيد. أي يعني طالعين شخصية مثلاً ببالك إحنا ما نعرفها، بس يمكن أنتي أكثر شخصية قدرت تقلدينها صح؟ أكثر شخصية اوكي راح اقول خداوتنا، يعني قاعده وياها وايد قويه، لان بالبيت وايد اعلى صوت بالبيت هي، فمقلدتها هي. بس وايد شخصيات مثلا اللي دائما مثلا تتكرر بالتلفزيون تلاحظين، مثلا سوري انا وايد اقلد صمود. ملاحظين مالها؟ تزعل؟ لا ما تزعل، يلا نمون عليها، يلا قلدي جنين. لا ما اقلدها الحين، يعني بعد شوي ولا بعد شوي كلش، عشان هني راح تزعل اذا كثرتها. فبس اوكي تنو شنو؟ اوكي بس؟ وبس تقلدين هذا؟ لا اللي اعرفهم ما اعرف اقلدك انت. اوكي خلونا نستكمل معاكم لقائنا بس بعد الفاصل، ورادين بلقاء شيق مع نجومنا، لا تروحون بعيد. من انجح البرامج الكوميديه اللي عرضها التلفزيون الكويت خلال شهر رمضان الماضي برنامج سنابات للمخرج نواف الشمري. طبعا اليوم في ضيافتنا نجمتين شابتين رائعتين، نور العميري ولول والملة، اللي لمعوا في هالبرنامج الظريف، وكان معاهم نجمات من الكوميديا هيا شعيبي، الاء الهندي، وايضا ميس قمر. طبعا هم طبعا وجههم التحيه عبر ليالي الكويت، لكن فعلا كانوا هم نجمات كوميديات ولمعوا في هذه السكتشات. يا هلا مرحبا فيكم ليالي الكويت، أهلين. نورتونا. نورتك. يعني يمكن قلتها من وراء، كنت قبل اتابعك واقول ابي لولو، الله من كثر ما احبك واضحك على قطاتك وسوالفك كنت اقول ابيها تصير رفيجتي. كنت في احد بالكويت تبغى يصير، انت بنات النزاكه ونزاكه. بس انا بعرف ايش كثر في اشياء عفويه كانت في هذا البرنامج بالذات. اخليها اول شيء اختي نوره. نوره رفيجتي من زمان ترى. رفيجتي ترى من زمان. اي انا رفيجتها من زمان. هذه رفيجتنا الجديده. ممكن قاعد توهقني انا وتطيحني بالفخ. عادي اسولف بس انا رفيجتي الجديده معناته انه على قلبي. اوكي يعني اسولف انا اول؟ كيفك؟ يلا سولف. اي يلا. انزين شو قلتي؟ وش كان سؤالك؟ كان فيها اشياء عفويه وتلقائيه كانت تطلع معاكم في محض الصدفه كذي. قطات يعني. كان في. كان في وايد اشياء. كان في وايد اشياء تبيني يعني امثله صراحه ما ادري لان انا ناسي اصلا شو الامثله، بس كانوا وايد من كثر. ممكن اني اعقب على كلامها، مرات شلون يكون العفويه معانا، ولا تكون شلون ان احنا ياخذ التيك بضحكنا بسوالفنا. مرات لما احنا نسوي البروفات تكون البروفه طبيعيه عاديه، بس واحنا قاعد نمثل
نحس ان احنا لما نقول الكلمه الفلانيه ولا نقول شيء القطه الفلانيه وتعتمدونها ايوه فيطلع العفوي مرات نضحك فنوقف من الكات ونكمل عليه فهمتني فيعني تطلع معنا اشياء عفويه دائما تخدم الكوميديانات صح اكيد موست اوف ذا تايم طيب انا عندي سؤال لكم قدمتوا انتم طبعا كوميدي يعني ادواركم لكن وقفتوا بداياتكم امام فنانات كبار وقفتي قدام الفنانه حياة الفهد وايضا الفنانه سعاد عبد الله طبعا نوجه لهم تحيه هم برعوا في الكوميدي والتراجيدي انتم شنو طموحاتكم حتقدمون تراجيدي مثل ما قدمتوا الكوميدي ولا لا حابين خط الكوميدي انا اول سحبه طلعت لي جيكر الحمد لله ايوه اول سحبه طلع لي جيكر هي بعد اول سحبه طلع لها جيكر فيعني حظنا الحمد لله. انا اعتبر حظي الحمد لله والاعمال بالتوافيق يعني الحمد لله يا رب ربي يفتح لنا باب وان شاء الله ان شاء الله لا, لا انا فكره اي يعني الدراما والكوميدي يمكن لولو احب اوجه لك سؤال دائما الاشياء هذه الكوميديه يعني صعبه صعب انك تضحكين انسان يعني هالشيء هذا وايد صعب مو اي فنان يبدع فيه الا لما يكون هو بالاساس موهوب بس دائما لما تلتقين مثلا بممثل كوميدي تحسين ان ضحكته صعبه يعني صعبه الاشياء اللي تضحكه والله فهل هالموضوع صحيح لا طبعا انا سالي حمود الحملي عني انا وياه على المسرح ما اقول ان انا او انا اضحك ودمي خفيف بس الحمد لله على هالشيء ما حد ما تقدري تعلمين احد انه يكون يضحك صح لازم هالشيء يكون من نفسه محمد الحملي وانا معاه على المسرح بالبروفات هو يقط قطات انا بالقاع ميته من الضحك ما فما له داعي لا بس مو اي شيء يضحكك صح ولا لا مو اي شيء اي يعني خلاص تريد يعني لازم اللي يضحك الكوميدي اكثر منك بالضبط فيعني يكون عنده يكون عنده لازم يكون في رينج حق اللي يضحك يضحكني نوره ساعات لما تمثل اشياء كانت وياك بالسنابات كانت تضحكك عفويتها مرات اي مرات مرات اي مرات حتى انا من نفس الشيء يمكن مرات قطعت شوفي اي اللي شوفي الكوميديا تختلف من انسان لانسان وممكن انا قاعده اقط مو حق لولو مرات انا قاعده اقط حق ناس محددين بس انا ولولو لما نسولف نعرف شلون نضحك بعض راح نعرف مثلا شنو القطه اللي ممكن اني انا اقطها لولو بتضحك ولا القطه اللي هي تقطها انا اضحك عليها أنت يعني أنتوا كنتوا القطات قصدك فيها أن لولو تضحك ولا لازم اللي يتابعكم هو اللي يضحك؟ أنا طموحي اللي طالعني اللي طالعني طالع أكيد أنا طموحي اللي طالعني اللي بالتلفزيون لأن هذا اللي راح يرفع ريتي لولو قاعدة معاي لولو ما أخذ نصيبها وقاعدة وياي يعني فما يقولون أن الكوميدي الشاطر بقدر ما يقدر يضحك الجمهور يقدر يبتشيهم إيش كثر تقدرون تقدمون تراجيدي ممكن تبتشونهم مثل ما ضحكتوهم انا شفت نوره بصراحه بمشهد بتشت ناس اوكي لاقيه روحك بهالشيء تقدرين تبدعين بالتراجيدي ايه لا اقدر ان شاء الله وقفتوا قدام الفنانات قبل شوي قلتوا يعني كنتوا محظوظين لكن ايش كثر يعني استكمالا للسؤال ايش كثر تعلمتوا منهم او شنو الشغلات اللي علموكم اياها من خلال تجربتكم معاهم اوكي عن نفسي انا يعني تعلمت وايد اشياء انا ما درست باي ذا واي التمثيل وهالسوالف هالشيء من وانا صغيره وانا دائما اتابع يا ديزني برنسيسز او ان الممثلين العاديين بالافلام الاكشن بلا 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 الى اخره اتوقع قاعد طالع انجليزي هذه مو شرط بس معظم اللي عندها طموح تروح هوليوود يعني الناس يدرجون عربيا شنو الدور اللي ودك تشوفينه على لولو اللي تحسين انه راح يوصلها حق هوليوود يلا شوفه دور السكرانة اوف راح ابدا فيه اوكي شو اعطيت اياها صريح انا عندي دور صريح انا عندي دور لك كات وومن او ماي جاد ايوه حاطه هذا والله العظيم طلعي شخصيته الصجيه لا لا والله طلع خفيف قلت له شخصيه اللقاءات يلا لا بس دائما يعني دائما الواحد لما يطمح لهوليوود دائما يقولون ان فنانين الخليج انه صعب انه يوصلون حق هالموضوع هذا صح؟ هو ما اتوقع انه صعب بس انه موستلي الموضوع يبي له اوديشنز اذا انت حاطه على الاوديشن هذا لا مو فكره انا اتوقع الادوار المركبه حق لولو وايد ممكن دور المينونه دور ما شفتين يعني احس انه ممكن تطلع عن الاطار اللي احنا يمكن تعودنا عليه نوره انت كنت بالبدايه الناس عرفتك عشان تغنين بس وخرتي على الغناء وايد ما وخرت على الغناء نزلت الاذاعه وعندي اغنيه يا حبيبي وعندي اغنيه انت لاقي روحك وين اكثر غناء ولا تمثيل
كنورة لاقي روحها قاعد تبدع أكثر، قاعد تشوف الناس حابتها أكثر. وين أنا أحب التمثيل يعني الصراحة. أنا يمكن كنت أقلد ببيتنا وكذي، كنت أقلد خالاتي وأخذ الناس وأقلد ما أدري منو شلون يتحكى، فكنت حابة التمثيل. قنيت وربي وفقني بالتمثيل، فيعني أنا صراحة أحب الفن. فالفن وين ما أنا كنت فيه أنا راح أحاول أني أبدع بأي مكان. ممكن نشوف جزء ثاني حق سنابات؟ جزء ثاني؟ حق البرنامج؟ وايد صار سؤال. ممكن نشوف جزء ثاني حق البرنامج؟ قاعد تقلديني؟ لا 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 يلا قلدي. ممكن نشوف جزء ثاني للبرنامج؟ شلون جزء ثاني؟ تبينا نسوي له جزء ثاني؟ لا لا يعني ممكن كلمنا فيه. أنا عن نفسي ما إيه بس بطريقة ثانية باسم ثاني. أوكي نورا بالنسبة لك؟ إذا كان شوفي أنا قدمت وايد من هالنوعية من هالبرامج. صحيح. وايد وايد يمكن رابع مرة أقدم، فأنا ما أتوقع إني أنا ودي أو فيني طاقة إني أقدم نوعية من هالبرامج. يديتكم أنتوا الثنتين لولو؟ لحد الحين عندي مسلسل إن شاء الله هينعرض برمضان اسمه صوف تحت حرير وذات أول. بالنسبة لمن حق أنتوا نورتونا وقعدتكم ما تمل. بس أنا صراحة يديدي قاعدة بالبيت. الله شال يديد مجيز. لا 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 صراحة قاعدة أعرض مسرحية. قاعدة أعرض مسرحية قلب البيع مع الأستاذ طارق العلي ومستمرين فيها، وإن شاء الله راح نروح البحرين. الله إن شاء الله موفقين يا رب. إن شاء الله وأكيد نورتونا بلالي الكويت وقعدتكم ما تمل بلالي الكويت، ونشوفكم إن شاء الله بأعمال جديدة إن شاء الله يا رب. ما تقصر مشاهدينا لا تروحون بعيد، فقراتنا مكملة، والحين معانا بدر الخميس في فقرة سينما الخميس. تابعوا.